عليك، ازيك يا شانسين؟ ان شاء الله هنبدأ نشرح النهارده السيركت بريكر. اول حاجه بقى محتاج تعرفها عن السيركت بريكر هي انواعه. السيركت بريكر متقسم في الاساس الى نوعين، اول حاجه الهاي فولت سيركت بريكر، بعد كده اللو فولت سيركت بريكر. الهاي فولت سيركت بريكر ده بيندرج تحتيه سيركت بريكر اللي بيستعمل في الجهود المتوسطه والجهود العاليه، تمام كده، ولكن بنسميهم هاي فولت سيركت بريكر، لكن الانواع ديت برضو بتستعمل في الجهود المتوسطه. واللو فولت سيركت بريكر ده اللي بنستعملها في حاله الجهد المنخفض، تمام كده. طيب انواع الهاي فولت، في الاس اف 6 سيركت بريكر، في الفاكيوم، في الاير سيركت بريكر، والاويل سيركت بريكر. طب الجهد المنخفض اللي هو المينيتشر سيركت بريكر واختصاره ام سي بي، مولدد كيس سيركت بريكر واختصاره ام سي سي بي، والاير سيركت بريكر واختصاره اي سي بي. خلي بالكم ان الحاجه الوحيده اللي ممكن استعملها في اللو فولت والهاي فولت الاير سيركت بريكر، يعني الاير سيركت بريكر مستعمله عند الجهد المنخفض والجهد العالي، تمام كده. احنا عموما الاير سيركت بريكر ده بنستعمله في الجهد المنخفض في حاجه بسيطه جدا اللي هي بعد الترانسفورمر، بيبقى سيركت بريكر اللي بعد الترانسفورمر، تمام كده، وهنعرف اكتر بالتفصيل قدام. طب يا باشمهندس، في حاله الهاي فولت سيركت بريكر الانواع دي بتختلف من ايه؟ لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي ان المفروض ده شكل الكونتاكت مثلا بتاع السيركت بريكر، تمام كده، هو في الطبيعي مقفول، فالتيار ماشي، اول ما يحصل فولت الكونتاكت ده هيفتح، اول ما الكونتاكت يفتح هيحصل هنا ارك. الهاي فولت سيركت بريك انواع بتختلف ازاي الارك ده هيطفي، تمام كده. في الاس اف 6 ليه طريقه، والفاكيوم ليه طريقه، والاير سيركت بريكر ليه طريقه، والاويل سيركت بريكر ليه طريقه، فالاختلاف ما بينهم ازاي هنطفي الارك ده، تمام كده. طب يا باشمهندس، ايه بقى الاختلاف الجوهري ما بين الهاي فولت سيركت بريكر واللو فولت سيركت بريكر؟ الهاي فولت سيركت بريكر، السيركت بريكر بيبقى حجمه كبير قوي، يعني حجمه بيبقى كبير قوي، على عكس اللو فولتش بيبقى حجمه صغير، تمام كده. والهاي فولت سيركت بريكر الريلي في مكان والسيركت بريكر في مكان، يعني بيبقى عندي ده الريلي مثلا، تمام كده، وده السيركت بريكر. وظيفه الريلي ان هو يديتكت فولت الفولت، تمام كده، يعني اول ما بيحس ان في فولت بيعمل ايه؟ بيبعت سيجنال للسيركت بريكر، في السيركت بريكر بيتريب الفولت، يعني لو السيركت بريكر هو مقفول، تمام كده، اللي بيحصل بيبدا الريلي يبعت سيجنال للسيركت بريكر، فالسيركت بريكر على طول بيفتح الدايره، تمام، على عكس اللو فولت سيركت بريكر. اللو فولت سيركت بريكر هو بيبقى حاجه واحده كده، بيبقى جواه الريلي وجواه السيركت بريكر، هو على طول اللي بيديتكت الفولت ويفتح السيركت على طول. ده الاختلاف الجوهري ما بين الهاي فولتش واللو فولتش. طبعا في اختلاف ان ده بيشتغل عند جهود مختلفه، عن ده بيشتغل عند الجهد العالي، والجهد المتوسط ده بيشتغل عند الجهد المنخفض. طيب يا باشمهندس، احنا السكوب بتاعنا هو اللو فولتش سيركت بريكر، فاحنا هنبدا نفهم كل حاجه عن اللو فولتش سيركت بريكر وكل نوع من الانواع ديت. اول حاجه بقى انت محتاج تعرفها عن اللو فولتش سيركت بريكر حاجه اسمها التايم كارنت كاركترستكس كيرف. طب ايه يا باشمهندس الكيرف ده؟ الكيرف بيشرح ازاي السيركت بريكر بيشتغل. طب ما تيجي نمشي خطوه خطوه فيه. طيب اول حاجه الكيرف ده بيبقى الكارنت على الاكس اكسس والتايم على الواي اكسس، تمام كده، يعني التيار اللي ماشي فيه وهيفصل في قد ايه. طيب ما تيجي نشوف اصلا الكيرف ده بيتقسم لكام منطقه. دي كده اول منطقه، ودي تاني منطقه، ودي تالت منطقه، ودي رابع منطقه. طب ما تيجي نتكلم عن منطقه منطقه. قال لك المنطقه ديت لو التيار اللي ماشي فيها اقل من الاي ار، معلش يا باشمهندس، ايه الاي ار ديت؟ دي حاجه اسمها ريتد كارنت اوف سيركت بريكر. يعني ايه؟ يعني ده التيار اللي السيركت بريكر مصمم يشتغل عنده من غير ما يفصل. يعني لو انا الحمل مثلا، قلنا مثلا يعني ان السيركت بريكر ده الاي ار بتاعته 20 امبير، تمام كده، ولقيت ان انا حاطه الحمل بيسحب مثلا 18 امبير، فهل كده سيركت بريكر هيفصل؟ لا، يبقى السيركت بريكر هيفضل يشتغل من غير ما يفصل. يبقى اذا اول منطقه ديت هي المنطقه اللي قيمه التيار اللي هيمشي اقل من الاي ار، تمام كده، اللي هو من الاخر سيركت بريكر عمره ما هيفصل. طب ايه المنطقه الثانيه؟ دي اسمها، يعني دي الاول منطقه اسمها، دي المنطقه بتاعت النورمال اوبريشن. ثاني منطقه اسمها الاوفرلود بروتكشن او اللونج تايم ديلي. ايه الاوفرلود بروتكشن واللونج تايم ديلي دوت؟ طب تعالوا نشوف، لو مثلا قلنا الاي ار ده كان 20 امبير، تمام كده، لو الحمل اصبح بيسحب اكتر من 20 امبير، بيسحب مثلا 22 امبير، تمام كده، كده قيمه التيار اللي ماشيه في السيركت بريكر اعلى من الاي ار، فبالتالي السيركت بريكر ايه اللي هيحصل؟ لو طلعنا كده وخبطنا في الكيرف هنلاقي انه هيفصل مثلا يعني عند دقيقه 1 مينيت، تمام كده. طيب لو التيار زاد مثلا، اصبح ان التيار ماشي مش 22 مثلا 25، اقول 30 امبير مثلا، تمام كده، هنبص هنلاقي هو هيفصل برضه بس عند تايم اقل. يعني من الاخر يا باشمهندس، دي منطقه اسمها اوفرلود بروتكشن، يعني لو حصل اوفرلود، لو الحمل مثلا المفروض يعني يسحب 18 امبير، فجاه بيسحب اكتر من كده بكتير، تمام كده، اكتر من قيمه الاي ار اللي المصمم ان السيركت بريكر مصمم يشتغل عنها، عندها ايه اللي هيحصل؟ سيركت بريكر هياخد وقت شويه وبعدين هيفصل. وقت قد ايه؟ ممكن يكون دقيقه، نص دقيقه، على حسب السيركت بريكر اللي مصنع ليه.
تمام كده يا باشمهندس. وبرضه حسب ايه؟ حسب قيمه التيار. كل ما قيمه التيار بيزيد كل ما السيركت بريكر بياخد وقت اقل عشان يفصل، عشان كده سميناها ثيرمال كاركترستكس او اللونج تايم ديلي. تمام كده يا باشمهندس. طيب هي الريجن ديت او المنطقه ديت اهميتها ايه، او انا عاملها ليه؟ ليه ما قلتش السيركت بريكر يفصل على طول؟ ساعات مثلا لو قلنا مثلا يعني الحمل المفروض في الطبيعي بيسحب 18 امبير، ساعه الستارتنج ساعه البدايه ساعه لو اول ما ابدا اشغل حمل هيسحب اكتر من ال 18. ساعات في احمال بتسحب اكتر من الحمل بتاعها كتير، يعني ممكن تلاقي مثلا في البدايه لو هو بيسحب 18 امبير في الطبيعي هتلاقي اول ما اعمل ستارتنج بيسحب مثلا 30 امبير. تمام كده. فانا لو ظبطت السيركت بريكر ان هو اول ما يزيد عن 20 امبير هيفصل، فبالتالي كل ما اشغل حمل السيركت بريكر هيفصل. لا، ده انا بسيب له مده. تمام كده. يعني مثلا هو بيوصل عند 22 ساعه الستارتنج هسيب له دقيقه. هو الطبيعي الستارتنج كارنت ده بيبقى على طول، يعني التيار بيعلى ويرجع تاني لوضعه الطبيعي على طول مره واحده. تمام كده. فهو الطبيعي ان هو التيار هيعلى، بعد كده السيركت بريكر هيدي له فرصه انه يرجع تاني. لو التيار رجع تاني 18 امبير السيركت بريكر هيكمل شغل. لا، لو السيركت بريكر التيار فضل بقى ثابت عند ال 22 باذن ده مش تيار ستارتنج، ده تيار اوفرلود. تمام كده. طيب ايه المنطقه الثالثه دي يا باشمهندس؟ حاجه اسمها الشورت سيركت بروتكشن او الشورت تايم ديلي. يعني ايه؟ قال لك بص، الاوفرلود ديت لو يعني معناها ان الحمل زاد شويه، يعني كان 18 امبير بقى حاجه و20 امبير، هو حمل زاد حاجه بسيطه يعني. انما الشورت سيركت بروتكشن ده التيار اللي ماشي بقى رقم كبير قوي. تمام كده. فمعنى ذلك ان لو التيار تجاوز قيمه الاي ام، معلش يا باشمهندس، ايه قيمه الاي ام دي؟ حاجه اسمها انتندنس شورت سيركت current of circuit breaker. يعني ايه برضه يا باشمهندس؟ يعني هي القيمه التيار لو تجاوزها السيركت بريكر ده هيفصل لحظيا. تمام كده. عشان كده اسمها short time delay. يعني لو القيمه اصبحت هنا هنلاقي لا هيفصل لحظيا، هيفصل بقى في ثانيه ثانيتين 3 ثواني حسب برضه السيركت بريكر ما مصمم. تمام كده. طيب طبعا دي عشان تحمي قصاد الشورت سيركت. الشورت سيركت ده معناها ان التيار اللي ماشي بقى كبير قوي. تمام. طيب ايه بقى رابع منطقه ديت يا باشمهندس؟ رابع منطقه ديت بيقول لك لو التيار تجاوز حاجه اسمها الاي سي يو. ايه الاي سي يو ده؟ ده الماكسيمم شورت سيركت كارنت اور ريتد بريكنج كاباسيتي. بمعنى ان لو التيار اللي متجاوز الاي سي يو، الاي سي يو ده دي اقصى قيمه للتيار تقدر تمشي في السيركت بريكر. يعني لو التيار تجاوز القيمه ديت بقى في المنطقه ديت السيركت بريكر ده هيفصل لحظيا. تمام كده. بس هتيجي تشغله تاني هتلاقيه باظ. يعني في المنطقه ديت السيركت بريكر بيفصل لحظيا، صح كده؟ وممكن هنا برضه هيفصل لحظيا او هيفصل في جزء من الثانيه، بس هنا لما السيركت بريكر يفصل اول ما بتصلح الفولت وتيجي تشغله تاني هيشتغل. انما في المنطقه ديت لا خالص، اول ما السيركت بريكر يفصل هتيجي تشغله تاني هتلاقيه باظ. تمام كده. يعني باختصار يا باشمهندس، لو التيار اللي ماشي في السيركت بريكر او التيار اللي بيسحبه الحمل يعني كان في المنطقه ديت السيركت بريكر هيفصل، هيفضل شغال ومش هيفصل. تمام كده. ولو في المنطقه ديت السيركت بريكر هياخد وقت شويه عشان يفصل، ولو في المنطقه ديت السيركت بريكر هيفصل لحظيا، وفي المنطقه ديت السيركت بريكر هيفصل لحظيا او في جزء من الثانيه، بس لما تيجي تشغله مش هيشتغل تاني. ده كده باختصار الاربع مناطق اللي انت محتاج تفهمهم في التايم كارنت كاركترستكس كيرف للسيركت بريكر. تعالوا بقى نبدأ نتكلم عن أول نوع من أنواع اللو فولتج سيركت بريكر اللي هو المينيتشر سيركت بريكر، هو اختصاره MCB. المينيتشر سيركت بريكر ده شكل التوبي بتاعه اللي هو التوبول، وده شكل الفوربول. التوبي ده أو التوبول بنستعمله في حالة إيه يا باشمهندس؟ في حالة السنجل فيز. بدخل هنا اللاين وأدخل هنا النيوترال. تمام كده. وهنا برضه هطلع من هنا اللاين وأطلع من هنا النيوترال. تمام كده. في حالة بقى الفور بول ده بستعمله في حالة الحمل الثري فيز، فدخل الريد كده اليلو بعد كده البلو بعد كده النيوترال، واخرج من هنا نفس القصة ريد بعد كده يلو بعد كده بلو بعد كده النيوترال. تمام كده. فده شكل السنجل فيز وده شكل الثري فيز، او ده شكل التو بي ده شكل الفور بي، التو بول والفور بول. تاني برضه حاجة محتاج تعرفها عن المينيتشر سيركت بريكر هو أنواعه. تمام كده. المينيتشر سيركت بريكر ليه أنواع، أشهرها التايب بي والتايب سي والتايب دي. طب يا باشمهندس التلات أنواع دولت مختلفين عن بعض في إيه؟ هما مختلفين أساسيا في قيمة الأي إم. قالك التايب بي قيمة الأي إم من 3 لـ5 مرات الأي آر، والتايب سي من 5 لـ10 مرات الأي آر، والتايب دي من 10 لـ20 مرة من قيمة الأي آر. بمعنى يا باشمهندس لو انا قلت لك مثلا يعني ان الاي ار بتاعتك كانت 30 امبير. تمام كده. فبالتالي لو انا جيت اشوف الرينج بتاع الاي ام، الاي ام هيبقى كام في حاله بقى التايب بي؟ من 3 ل 5 مرات من الاي ار، يعني من 90 لحد 150 امبير. ده كده الاي ام يعني في
في حالة التايب بي، لما يجي يقول لك الاي ار بتاعه مثلا يعني 30 امبير، يبقى الاي ام كام؟ من 90 ل 150 امبير. طب في حالة التايب سي هيقول لك بقى من 5 ل 10 مرات، يعني من 50 من 150 امبير صح كده لحد 300 امبير، والتايب دي من 10 ل 20 مرة من الاي ار، يعني من ال 300 امبير لحد ال 600 امبير. طب يا باشمهندس، اول سؤال هيجي في دماغك، هو انا اصلا ليه في تايبز مختلفة عن المينيتشر سيركت بريكر، او ليه قيم الاي ام بقت مختلفة؟ يعني انا ليه بقى عندي انواع للسيركت بريكر اللي هو المينيتشر، والانواع دي بتختلف في قيمة الاي ام؟ بس تعالى بس الاول نشوف، هل دي الانواع بس اللي موجودة في المينيتشر سيركت بريكر ولا في انواع تانية؟ قال لك والله في نوعين تاني، اللي هو التايب كي والتايب زد. يعني لو بصينا كده، التايب بي قلنا من 3 ل 5 مرات الفول لود كارنت اللي هو الاي ار، والتايب سي من 5 ل 10 مرات الاي ار، والتايب دي من 10 ل 20 مره من قيمه الاي ار. طب والتايب كي يا باشمهندس؟ من 8 ل 12 مره. طب والتايب زد؟ من مرتين لثلاث مرات الاي ار. تمام كده يا باشمهندس؟ طب تمام، تعالوا بقى نبدا نعرف هو ليه اصلا قيم، يعني ليه في تايب للسيركت بريكر وكل تايب بيختلف عن تاني في قيم الاي ام، وكل تايب من تايبز دول بيستعمل لاي احمال اصلا. هنا بقى بيقول لي ان التايب بي سيركت بريكر بستعمله في حاله الاحمال الريزيستيف. يعني ايه الريزيستيف يا باشمهندس؟ الاحمال اللي ما يعتبرش ليها ستارتنج كارنت، تمام كده، زي السخانات مثلا. طيب والتايب سي بستعمله في الحاجات المودريت اندكتيف كومبوننت، يعني اللي بيبقى فيها ستارتنج كارنت بس مش عالي، تمام كده. طيب والتايب دي والتايب كي بستعمله في الحاجات اللي فيري هاي اندكتيف، يعني اللي ستارتنج كارنت بتاعها عالي قوي، زي ايه يا باشمهندس؟ زي الترانسفورمرز. طيب والتايب زد بستعملها في الحاجات اللو شورت سيركت، اسف، اللو شورت كارنت تريب، تمام كده. طب يا باشمهندس معلش، لو انا قلت مثلا يعني استعملت تايب بي في حاله الاحمال اللي هي الهاي ستارتنج قوي، ايه اللي هيحصل؟ يعني انا جبت مثلا الترانسفورمر واستعملت له تايب بي مثلا، هيحصل ايه؟ قال لك والله كل ما اجي اشغل الترانسفورمر سيركت بريكر هيفصل، كل ما هشغل ترانسفورمر سيركت بريكر هيفصل. ليه؟ الستارتنج كارنت بتاع ترانسفورمر عالي قوي، فكل ما اجي اشغله هلاقيه بيقع في المنطقه اللي هو السيركت بريكر هيفصل فيها لحظيا، تمام كده. عشان كده باجي في حاله الترانسفورمر بستعمل تايب دي او تايب كي، تمام كده، لان الستارتنج كارنت بتاع ترانسفورمر مثلا عالي قوي، بس قيمه الاي ام هنا بتبقى بعيده قوي او كبيره قوي، تمام كده. فدايما ساعه الستارتنج قيمه الكارنت بتبقى اقل من قيمه الاي ام، تمام. فبالتالي السيركت بريكر ما بيفصلش، تمام كده يا باشمهندسين. يعني كده تاني باختصار يا باشمهندس، التايب بي بيستعمل في الحاجات الريسيستيف، الحاجات اللي يعتبر ملهاش ستارتنج كارنت، والتايب سي بيستعمل في الحاجات المودريت اندكتيف اللي هي ستارتنج كارنت بتاعها عالي بس حاجه بسيطه. طب التايب دي والتايب كي بيستعمل في الحاجات الستارتنج كارنت عاليه قوي زي الترانسفورمر. طب والتايب زد حاجات بقى اللي شورت سيركت تريب سيتنج بتاعتها، اصل هي من 2 ل 3 اي ار، تمام كده، فلازم الشورت سيركت اللي بيحصل على الحمل ده يكون قليل، تمام. فبستعمل تايب زد للاحمال ديت. تاني باختصار يا باشمهندس، ليه كل حمل بيبقى ليه طيب؟ عشان الستارتنج كارنت يا باشمهندس لازم تقع في منطقه اقل من قيمه الاي ام عشان السيركت بريكر ما يفصلش. تعالوا بقى نبدا نتكلم عن التايم كارنت كاركترستكس كيرف للمينيتشر سيركت بريكر، تمام كده. احنا قلنا التايم كارنت كاركترستكس كيرف ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكارنت في الاكس اكسس والتايم في الواي اكسس، تمام كده، هو نفس اللي شرحناه قبل كده، بس الاختلاف هنا قيمه ايه؟ قيمه الاي ار، يعني ده 1 اي ار، ده 2 اي ار، ده 3 اي ار، ده 4 اي ار، وهكذا، تمام كده. طبعا التايم هنا 1 من 1000، ده طبعا بالثواني، 2 من 1000 ثانية، 5 من 1000 ثانية، هكذا، ثانية، ثانيتين، 5 ثواني، وهكذا، تمام كده. طيب احنا كنا شرحنا قبل كده ان التايم كارنت كاركترستكس كيرف كان عبارة عن 4 مناطق. لا، هو في الحقيقة مش 4 مناطق، هم 5 مناطق. تعال نشوف واحدة واحدة. تعالوا مثلا نتكلم عن الكيرف دوت، والكيرف ده كان نوعه تايب سي مينيتشر سيركت بريكر، تمام كده. طيب قلنا كانت اول منطقه اللي هي لو قيمه التيار اقل من قيمه الاي ار، ايه اللي هيحصل؟ دي كده النورمال اوبريشن، والسيركت بريكر عمره ما هيفصل، تمام كده. بس احنا لقينا في الحقيقه ما بتبقاش اي ار، بتبقى كام؟ 1.13 من الاي ار، تمام كده. طيب يا باشمهندس، طب تاني منطقة كنا بنسميها ايه بقى؟ كنا بنسميها اللونج تايم ديلي او الاوفرلود بروتكشن، وكانت لو قيمة التيار تجاوزت الاي ار، بس في الحالة دي 1.13 اي ار، واقل منين؟ من قيمة الاي ام،
كنا في المنطقة دي اللي بيحصل سيركت بريكر بيفصل، بس بياخد وقت شوية، تمام كده. طب المنطقة التالتة كنا بنسميها ايه بقى؟ دي كانت طبعا المنطقة التانية كانت ثيرمال كاركترستكس، المنطقة التانية اسمها ماجنتيك كاركترستكس اللي هي الكترو ماجنتيك تريب، تمام كده. كان السيركت بريكر لو تجاوز قيمة الاي ام كان ايه اللي بيحصل؟ سيركت بريكر بيفصل لحظيا. بس هنا في الحقيقة لقينا ان اصلا المنطقة التالتة ديت هي قيمة الاي ام كلها، يعني كانت من 5 ل 10 في التايب سي ديت كانت قيمة الاي ام، تمام كده يا باشمهندس. يعني من الاخر، اول منطقه لو قيمه التيار اقل من 1.13 اي ار، سيركت بريكر عمره ما هيفصل. تاني منطقه اللي هي الاوفرلود بروتكشن او اللونج تايم ديلي او الثيرمال كاركترستكس، لو السيركت او لو التيار ماشي في سيركت بريكر اكبر من 1.13 اي ار واقل من قيمه الاي ام، ساعتها سيركت بريكر هياخد وقت عبال ما هيفصل. والمنطقه الثالثه اسمها الالكترو ماجنتيك تريب اللي هي ماجنتيك كاركترستكس اللي هي الشورت كارنت او الشورت سيركت بروتكشن اللي هي الشورت تايم ديلي، لو قيمه التيار كانت من 5 ل 10 قيمه الاي ار، ساعتها السيركت بريكر هيفصل لحظيا، تمام. طب رابع منطقه هي اسمها الانستانتينيوس، هي المنطقه اللحظيه، لو قيمه التيار تجاوزت ال 10 اي ار ايه اللي هيحصل، او تجاوزت قيمه بقى الاي اي ام ايه اللي هيحصل؟ سيركت بريكر هيفصل لحظيا، تمام كده. طب تخيلوا كده مع بعض، تخيل كده مع بعض ان دي قيمه الاي سي يو، تمام كده. فبالتالي خامس منطقه ديت لو يعني معنى ذلك ان في المنطقه الرابعه ايه اللي هيحصل؟ السيركت بريكر هيفصل لحظيا. طب في المنطقه الخامسه، اسف، هيفصل في جزء من الثانيه، تمام كده. طب في المنطقه الخامسه السيركت بريكر هيفصل في جزء من الثانيه، بس هتيجي تشغله تاني هيبوظ. يعني باختصار تاني يا باشمهندس، اول منطقه دي منطقه النورمال اوبريشن، شورت لو الكرنت اللي ماشي في سيركت بريكر او الكرنت اللي بيسحبه الحمل اقل من 1.13 اي ار، سيركت بريكر عمره ما هيفصل. المنطقه الثانيه اوفرلود بروتكشن، لونج تايم ديلي، ثيرمال كاركترستكس يعني هيعمل ثيرمال تريب، تمام كده. لو قيمه التيار تجاوزت ال 1.13 اي ار، سيركت بريكر هيفصل بس هياخد وقت، تمام كده. طب المنطقه الثالثه الكترو ماجنتيك تريب اللي هي الماجنتيك كاركترستكس اللي هي الشورت تايم، اسف، الشورت كارنت بروتكشن اللي هي الشورت تايم ديلي، ساعتها قيمه التيار لو كانت من 5 ل 10 اي من 5 ل 10 اي ار اللي هي قيمه الاي ام، ساعتها هيفصل لحظيا. طب المنطقه الرابعه لو قيمه التيار تجاوزت ال 10 اي الاي ار اللي هي تجاوزت قيمه الاي ام، ايه اللي هيحصل ساعتها يا باشمهندس؟ سيركت بريكر هيفصل لحظيا. طب لو قيمه التيار تجاوزت الاي سي يو، ساعتها السيركت بريكر، ساعتها اللي هي المنطقه الخامسه، ساعتها السيركت بريكر هيفصل لحظيا، وهتيجي تشغله تاني هتلاقيه ما بيشتغلش، خلاص باظ، تمام كده يا باشمهندس. طب يا باشمهندس ده بالنسبه للتايب سي منيتشر سيركت بريكر. طب تخيل معايا لو ده كان تايب بي منيتشر سيركت بريكر، كان هل الكيرف ده هيتغير؟ قال لك الكيرف هيفضل زي ما هو، بس الاختلاف قيمه الاي ام هنا كانت من 5 ل 10 في حاله التايب سي، يبقى في التايب بي هتبقى كام؟ من 3 ل 5، وهكذا بقى في التايب دي ايه اللي هيحصل؟ نفس الكيرف بنفس كل حاجه، بس قيمه الاي ام هتتغير، هتبقى من 10 ل 20 وهكذا، تمام كده. يعني الكيرف ده ثابت لكل انواع المينيتشر سيركت بريكر، بس الاختلاف الوحيد فيه قيمه الاي ام زي ما شرحنا قبل كده. طب يا باشمهندس انا ليه هنا شايف كيرفين؟ ليه مش كيرف واحد؟ بص، في حاجه اسمها الايديال كيرف، والله لما جيهم يصنعوا سيركت بريكر هو كان نفسه يبقى الكيرف ده، كان نفسه سيركت بريكر يفصل عن الكيرف ده، بس هو لقى ان هو ما يقدرش يحدد التيار بالظبط. يعني قال لك مثلا يعني لو التيار كان ضعف الاي ار، كان 2 اي ار، هلاقيه مثلا هيفصل عند الست ثواني او عند مثلا ال 150 ثانيه. يعني يا باشمهندس هو مديك هنا رينج، يعني بيقول لك لو التيار اللي ماشي في سيركت بريكر كان 2 اي ار، سيركت بريكر هيفصل من 6 ثواني مثلا لحد 150 ثانيه، هيفصل في تايم من التايمز دول، تمام كده. مش ما ينفعش يديك رقم اكوريت بسبب عيوب التصنيع والظروف الخارجيه وكده، تمام كده يا باشمهندس. يعني هو كان نفسه الكيرف يبقى، فيقول لك عند ال 2 اي ار مثلا يفصل عند رقم معين بالظبط، بس هو ما عرفش يعمل حاجه زي كده. عشان كده هتلاقي كيرفين عندك في السيركت بريكر، مش هتلاقي كيرف واحد اللي هو صعب يحددها اكيوريت. تاني نوع من انواع اللو فولتج سيركت بريكر هو الام سي سي بي اللي هو المولدد كيس سيركت بريكر، تمام كده. ده شكل ال 2 بي اللي هو التو بول، وده شكل ال 4 بي اللي هو الفور بول. قلنا ال 2 بي بنستعمله في حاله السنجل فيز، بندخل هنا لاين وبعدين نيوترال، تمام كده، وبيطلع من الناحيه برضو الثانيه لاين وبعدين نيوترال، ده في حاله السنجل فيز. طب في حاله الثري فيز بيبقى الفور بول، بيبقى ريد ويلو وبلو، بعد كده النيوترال، تمام كده، وبيطلع منه برضو ريد ويلو وبلو وبعدين النيوترال،
تمام كده، فده في حالة السنجل فيز وده في حالة الثري فيز. بس اعتقد الاغلب دلوقتي ما بقاش فيه حتة السنجل فيز ده، بقى المولد الكيس بيستعملوه دايما في حالة الثري فيز، تمام كده. بس ده عموما ده شكل التو بي وده شكل الفور بي اللي هو التو بول والفور بول. تعالوا بقى نبدأ نتكلم عن تايم كارنت كاركترستكس كيرف بتاعت الام سي سي بي اللي هو المولدد كيس سيركت بريكر. هو نفس القصة للمينيتشر، هو نفس القصة لأي سيركت بريكر بيتكون من 5 مناطق. تعال نشوفهم برضو، هي نفس القصة ديت. أول منطقة اللي هي النورمال اوبريشن واتكلمنا عنها، وديت كده تاني منطقة، ودي اسمها ايه بقى اللونج تايم ديلي في حالة الاوفرلود بروتكشن برضو اتكلمنا عنها، وديت المنطقة التالتة ودي كان اسمها ايه، كانت اسمها الشورت تايم ديلي اللي هي الشورت سيركت بروتكشن برضو اتكلمنا عنها، ودي منطقة الانستانتينيوس تمام كده، ودي المنطقة الخامسة اللي هي لو اعلى من اي سي يو ده اللي ساعتها سيركت بريكر هيبوظ، تمام كده. وده شكل الكيرف بتاع السيركت بريكر، مفهوش يعني مفهوش اي اختلاف عن المينيتشر سيركت بريكر، تمام كده. ولكن المولدد كيس بقى ذات نفسه بيختلف ايه عن المينيتشر سيركت بريكر؟ انا اقدر اتحكم في الكيرف ده، انا الكيرف ده بغير بعض القيم فيه، يعني اقدر اغير بعض القيم فيه، فغير شكل الكيرف ده، اشفته يمين اشفته شمال، ازود اللونج تايم اللونج تايم ديلي للريجن رقم 2، اقلل للريجن رقم 2، وممكن ازود الريجن رقم 3. انا اقدر اعمل كنترول على الكيرف دوت عن طريق ايه؟ بغير بعض القيم. بغير القيم ديت ازاي؟ لو بصينا مثلا على شكل المولدد كيس، لو زوبنا هنا هنلاقي في زرار كده اقدر اغير قيم حاجات معينه. طب ايه الحاجات بقى اللي انا اقدر اغيرها؟ يعني انا عرفت ازاي بغيرها؟ زرار كده، بص ببدا الف، لو عايز مثلا الاي ار ممكن احدد قيمته 160 144 120 وهكذا، تمام كده. طب ايه القيم اللي انا اقدر احددها او اغيرها في الكيرف دوت بحيث ان انا اقدر اتحكم في الكيرف ده؟ اول حاجه اقدر اتحكم فيها هي قيمه الاي ار. بمعنى انا دلوقتي لو قلت لك ان الاي ان بتاع السيركت بريكر كان 2000 امبير، ايه ال اي ان ده يا باشمهندس؟ ده الريتنج كارنت بتاع السيركت بريكر، تمام كده. طيب لو قلت لك ان الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر كان 2000 امبير بس الفول لود مثلا، يعني الحمل مثلا كان عايز يعني هيسحب في الفول لود 1000 امبير، فبالتالي انا ما ينفعش استعمل 2000 امبير ده مع حمل 1000 امبير، تمام كده. فلازم اعمل ادجاست للاي ان دوت وابدا اخليها 1000 اللي هي بقى قيمه الاي ار اللي هي ريتد كارنت، تمام كده. فانا همسك السيركت بريكر او ال 2000 امبير دولت وهضربهم في رقم، هبدا اظبطه ان انا اضربه في رقم عشان اقلله لحد 1000، هضربه في كام مثلا؟ 50%، فالار ار بتساوي كام؟ 1000 امبير. يعني يا باشمهندس السيركت بريكر بيجي بحاجه اسمها الاي ان، ده الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر، تمام كده. وانا اقدر اظبط الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر ده عشان يبدا يتظبط مع الفول لود بتاع الحمل بتاعي. فانا لقيت مثلا الحمل بتاعي محتاج 1000 امبير، تمام كده. فانا ابدا اعمل ايه؟ ابدا اظبط القيمه هنا بحيث ان انا اضرب الاي ان في رقم يخلي لي 2000 امبير 1000 امبير، فاضربه في 50% اللي هي تقريبا نص، تمام كده. فانا قدرت اتحكم في الاي ار، ولما قدرت اتحكم في الاي ار قدرت اتحكم في الكيرف ده يتحرك، يعني اللاين دوت يبدا بدايه الكيرف يبدا يمين او شمال. يعني لو الاي ار كانت لو هنا مثلا عند 1000 امبير، لو كانت اكبر من 1000 امبير هتبقى هنا صح، بدايه الكيرف هتبقى من هنا. طب لو اقل من 1000 امبير هتبقى هنا، تمام كده. فانا من الاخر يعني قدرت اتحكم في قيمه الاي ار عن طريق ان انا هضرب نسبه في قيمه الاي ان، تمام كده. وقدرت ان انا ابدا اشوف اللاين دوت بدايه الرسمه هتبدا كده، اقدر اشفتها يمين او شمال. تاني كيب هقدر اتحكم فيه حاجه اسمها اللونج تايم ديلي. هبدا اتحكم في الاريا او المنطقه بتاعت اللونج تايم ديلي ازاي يا باشمهندس؟ بيقول لك مثلا اختار لي القيمه اللي عندي 6 ار، تمام كده. انا حتى الان عملت ايه؟ انا اخترت القيمه ديت من الكيرف من الكونتينوس امبير ده، اخترت الاي ار، فقدرت اختار القيمه ديت قيمه الاي ار صح كده، تمام يا باشمهندس. وهنا بيقول لي ايه؟ عندي ال 6 ار يعني ديت، قدرت اختار برضو القيمه ديت، ادي كده ال 6 اي ار، تمام كده. شوف اللي انت عايزه يعني المنطقه دي تتهي عند كام ثانيه؟ فمثلا يعني اخترت 12 ثانيه، يبقى هنا 12 ثانيه صح كده يا باشمهندس، تمام بالراحه كده. ده الكيرف ده اسمه ايه؟ اي سكوير تي، تمام كده. قال لك تمام يا باشمهندس. يعني لو انا عندي النقطه ديت اللي هي اصلا عندي، وعندي النقطه ديت وعندي النقطه ديت، انا اقدر ارسم الكيرف ده صح كده. يعني يا باشمهندس من الاخر انا قدرت اعمل ايه؟ قدرت اقسم الكيرف ده وارسم ده، انا كده يعني يعتبر انا حددت منطقه اللونج تايم ديلي، تمام كده.
تالت قيمة اقدر احدد ده حاجة اسمها الشورت تايم بيك اب. ايه الشورت تايم بيك اب ده؟ ده تقريبا اقدر احدد بداية الشورت تايم ديلي، الريجن رقم كام؟ الريجن رقم 3. يعني هو انا حتى الان رسمت ده كده يا باشمهندس ورسمت ده، تمام كده. الشورت تايم بيك اب دوت بيقول لي حددوا كام اي ار، تمام كده، اللي هي النقطة دي اللي هي بداية قيمة ايه يا باشمهندس؟ بداية قيمة المنطقة اللي هي الشورت تايم، تمام كده. فقال لك لو 5 ار يبقى اجي هنا، وانا كده حددتها 5 اي ار، تمام كده. نفس القصة لو انا حددتها مثلا 3 اي ار، يعني ده كده لو رسمنا كده ده بداية ايه يا باشمهندس؟ ده ال5 اي ار، وهيبدأ يرسم الكيرف بتاعه عادي. طيب تخيل معايا مثلا يعني لو القيمة ديت كانت 3 اي ار، فهيبدأ الكيرف يتشفت شمال شوية، يعني الكيرف هيبقى مرسوم كده اهو، المنطقة دي انا راسمها، وبعدين هياخد ينزل كده على طول، تمام كده. شفت الكيرف اتغير ازاي؟ المنطقة اتغيرت مجرد اللي انا قدرت ده كده بيتحكم ان ده يتاخر يمين او شمال، تمام كده يا باشمهندس. طب تاني معلش يا باشمهندس، في الطبيعي المفروض مرسوم كده، تمام كده، تمام يا باشمهندس. طيب لو انا قلت ان القيمة دي مش 5، زودتها خليتها مثلا 7، الكيرف هيبقى كده وهيبقى كده وهيكمل شوية وبعد كده هينزل، تمام كده. طيب لو قلت لا مش هخليها 7، اقللها خليها 2، هيبقى ازاي؟ هيبقى نفس القصة كده وهيبقى كده وهيبقى كده، تمام كده. فانا انا اقدر اتاخر اللاين ده يمين او شمال، وافضل بقى اتحكم بقى في حجم اللونج تايم ديلي والشورت تايم ديلي. رابع حاجة اقدر اتحكم فيها حاجة اسمها الشورت تايم ديلي، تمام كده. بس عشان نفهم حاجة الشورت تايم ديلي، انا ممكن ارسمها عن طريق حاجتين، يا فيكس التايم سيتنج اللي هو كده مثلا، حلو الكلام، يا اي سكوير تي زي اللي رسمناها في اللونج تايم ديلي. فتعالوا نجرب نرسمها بقى المره دي بفيكس التايم سيتنج، تمام. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا خلاص رسمت ده كده يا باشمهندس وقمت راسم ده، صعب كده؟ قال لك لا. وبعدين قال لك والله انا عندي النقطه دي من الكيرف ده وصلتها مثلا يعني حد 6 اي ار، تمام كده. فانا هرسم مثلا هنا عندي 6 اي ار، تمام كده. طيب انا هنا كنا عاملينها 5، تخيل معايا اللي احنا كنا عاملينها يعني 6. تعالى هنا قال لك ايه؟ قال لك والله الشورت تايم ديلي دوت هيبقى 1 من 10 سكند عند الست اي ار، يعني عند الست اي ار المفروض يبقى كام؟ 1 من 10 سكند، تمام كده. فبالتالي انا اقدر يعني انا رسمت ده كده، تمام كده، وده هشده خط بس مش عارف نهايته فين. نهايته بقى في المنطقه الجديده، يعني من الاخر يا باشمهندس ده بيحدد لي انا ده بيحدد لي هل الكيرف ده هيطلع فوق كده ولا هينزل تحت. طب ما تيجي نشوف قيم. انا خلاص في الطبيعي مثلا ده الرسمة بتاعتي اهو كده، تمام كده. طيب لو انا قلت مثلا هتبقى نص ثانية، الرسمة هتبقى كده نفس القصة، تبقى نازلة وبعد كده هتنزل تاني كده وبعد كده هتبقى فين؟ فوق بس شوية، تمام كده. طب لو قلتها اقل بقى من مثلا نص ثانية، خليتها بوينت 18 ثانية، لا دي اقل، اسف، دي كانت 1 من 10 سكند، خليها مثلا بوينت 0.05 سكند، هيبقى نفس الرسمة كده يا باشمهندس كده، بس هتبقى ايه؟ تحت، تمام كده. فانا قدرت اتحكم برضو نسبيا في الشورت تايم ديلي، تمام كده، في الريجن بتاعت الشورت تايم ديلي. اخر بقى قيمة ببدأ احددها الانستانتينيوس بيك اب. تعال بص يا باشمهندس، الانستانتينيوس بيك اب ديت بتأثر في ايه؟ بتأثر في اللاين دوت، احركه يمين او شمال، يعني بتبدأ تشوف بداية اصلا الريجيم بتاعت الانستانتينيوس، تمام كده. فتعالوا مثلا نشوف كأمثلة. احنا حتى الآن ايه اللي رسمناه يا باشمهندس من اللي فات؟ رسمنا ده، بعد كده رسمنا اللاين ده، بعد كده رسمنا اللاين ده، بعد كده قلنا اللاين ده هيتخن مش عارفين نهايته فين، تمام كده. فهو جه مثلا قال لك انا هختاره عند ال 10 اي ار، يعني جيت هنا قلت لك ديت ايه؟ ال 10 اي ار، فاللاين هيكمل كده وبعد كده هينزل، تمام كده. قال لك تمام، بعد كده هيكمل بقى عادي. طب يا باشمهندس لو انا كنتش اخترته عند ال 10 اي ار، كنت اخترته عند ال 20، اللاين ده عادي، ده برضه عادي، هبدا ارسم دوت وهبدا اتاخر، اتاخر لعند فين؟ لحد عن 20، فلقيت اتاخر شويه شويه، الريجن اتاخرت شويه، تمام كده يا باشمهندس. لك طب تمام، لو انا مثلا اخترته مثلا عند الاربعه، نفس الرسمه بس ايه؟ بدل ما اتاخر شويه هيبقى هنا كده، تمام يا باشمهندسين. طيب كده انا قدرت احدد او ارسم الكيرف كله. تعالوا بقى ناخد مثال بالارقام على ازاي نظبط السيركت بريكر. جه قال لي هنا ايه؟ قال لي يا باشمهندس انا عندي سيركت بريكر اللاي ان بتاعه 1000 امبير، تمام كده. طيب وانا عايز استعمله الحمل الفول لود بتاعه 100 امبير، فاول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هبدا اظبط ان الاي ار
تكون 100. هظبطها ازاي؟ هظبط ان الاي ان تتضرب في 1 من 10، صح كده؟ فبالتالي الاي ار هتبقى كام؟ 100. لو ضربت ال1000 في 1 من 10 يبقى 100، تمام كده؟ طب ما تيجوا بقى من حبه البيانات ديت نبدا نرسم الكيرف دوت. قال لك من 1 و2 انا اقدر ارسم الكيرف ده. طب قال لك ازاي؟ ما تيجي نشوف. قال لك في 1 قال لك ان الاي ار ب100، يبقى انا حددت القيمه ديت، تمام كده؟ قال لك تمام. وقال لك تاني حاجه اسمها بقى اللونج تايم ديلي، قدر ادي حددها كام؟ 12 ثانيه. قلنا اللونج تايم ديلي يعني عند الست اي ار، نطلع كده عند الست اي ار. وعند ايه يا باشمهندس؟ عند الست اي ار كانت تبقى 12 ثانيه، يعني معنى جمله لونج تايم ديلي ست 12 ثانيه، يعني عند الست اي ار هتبقى قد ايه؟ 12 ثانيه. ادي هو ال 12 ثانيه، هنزل عند الست اي ار. احنا قلنا من النقطة دي والنقطة دي والنقطة ديت ابدأ ارسم الاي سكوير تي، مش قلنا اللونج تايم ديلي الكيرف دوت اسمه الاي سكوير تي؟ قال لك ايوه يا باشمهندس. يبقى من الثلاث نقط انا اقدر ارسم الكيرف ده وابدأ ارسم دوت. يعني انا اول حاجة حددت الاي ار، يبقى حددت النقطة دي. وبعدين قال لك اللونج تايم ديلي ظبطه عند 12 ثانية، اللي هي 12 ثانية اهي، بس ال 12 ثانية دي في اللونج تايم ديلي بتظبط عند الست اي ار اللي هي ديت. ومن الثلاث نقط دول قدرت ارسم الاي سكوير تي اللي هو الكيرف ده اللي هو اللاين دوت، وطبعا اقدر ارسم دوت، تمام كده؟ يعني انا حتى الان رسمت ايه يا باشمهندس؟ انا رسمت ده وده، يعني يعتبر رسمت اللونج تايم ديلي، تمام كده؟ طيب قال لك من الاثنين دولت اقدر ارسم الشورت تايم ديلي. تعال نشوف. قال لك الشورت تايم بيك اب بيبدا عند الخمسه اهي، قيمه الخمسه، تمام كده؟ وقال لك ايه تاني؟ قال لك ان الشورت تايم ديلي ده ست 1 من 10 سكند عند الخمس اي ار. واحنا قلنا ده هيترسم بحاجتين، يا اما اي سكوير تي اللي هو دوت، يا اما ايه؟ يا اما الفيكسد اللي هو دوت. احنا قلنا تعال نجرب ان احنا نرسمه بالفيكسد، تمام كده؟ طيب احنا قلنا الشورت تايم بيك اب 5 هي النقطة ديت، وقال لك كان 1 من 10 سكند عند الخمسة. فين ال 1 من 10 سكند يا باشمهندس؟ فين فين؟ اهيت. يبقى نمشي كده 1 من 10 سكند عند فين؟ الخمسة، تمام كده؟ ومن النقطة دي ومن النقطة دي أنا أقدر أرسم إيه؟ أقدر أرسم دوت، تمام كده؟ وأقدر أرسم ده، بس ما أعرفش نهايته فين. يعني أنا حتى الآن قدرت أرسم إيه يا باشمهندس؟ أنا قدرت من أول نقطتين أرسم الكيرف ده، تمام كده؟ اللي هي اللونج تايم ديلي أقدر أرسمها. وبعدين من النقطتين التانيين أقدر أرسم إيه؟ أقدر أرسم ده كده، وبعد كده أقدر أرسم، بس ما أعرفش نهاية النهاية دي فين؟ نهاية الشورت تايم ديلي دي فين؟ تمام كده؟ جت اخر نقطه قال لي الانستانتينيوس بيك اب سيتنج 10 اي ار، يعني عند ال 10 اي ار دي بدايه الانستانتينيوس ونهايه الشورت تايم ديلي، تمام كده؟ يعني ده معنى ذلك ده مكمل لحد ال 10 اي ار. وبعدين من 10 اي ار انا كده هبدا ارسم ايه؟ الانستانتينيوس بتاعي عادي، تمام كده؟ طيب يا باشمهندس، يعني انا بالظبط كده قدرت من اول نقطتين ارسم الكيرف ده كده وارسم الكيرف ده كده، تمام كده؟ ومن تاني نقطتين عرفت بداية الشورت تايم من هنا اهو، تمام كده؟ فرسمته عادي، وبعد كده رسمته لحد هنا. وبعدين من الانستانتينيوس عرفت نهاية الشورت، تمام كده؟ وبداية الانستانتينيوس، يعني معلش تاني الحتة دي، أول نقطتين قدرت أرسم اللونج تايم ديلي، تمام كده؟ من النقطتين التانيين عرفت نهاية اللونج تايم ديلي اللي هي من أول هنا، وآسف عرفت نهاية اللونج تايم ديلي هي من أول هنا اللي هي بداية أصلا إيه؟ الشورت تايم ديلي، فرسمت الشورت تايم ديلي، تمام كده؟ وبعدين من الانستانتينيوس عرفت نهايه الشورت تايم ديلي اللي هي هنا وبدايه ايه؟ الانستانتينيوس، تمام كده؟ طيب يا باشمهندس، طبعا دي قيمه الاي سي يو، دي حسب السيركت بريكر يعني. فانا كده قدرت ارسم الكيرف بتاع المولدد كيس سيركت بريكر. طيب يا باشمهندس، هل انا عندي الافيلابيلتي ان انا اعمل هغير في القيم دي كلها؟ بص، في بعض السيركت بريكر يعني المولدد كيس في انواع اقدر اغير القيم دي كلها، وفي انواع اقدر اغير بعض القيم دي. يعني ممكن تلاقي مولدد كيس بغير قيمه واحده، اغير قيمتين، اغير ثلاثه، حسب المولدد كيس، مش كله اقدر اغير في الخمس قيم دولت. طب السؤال دلوقتي اللي بتساله لنفسك، هو انا ليه اصلا يا باشمهندس بقعد اغير في الكيرف؟ يعني ليه المولدد كيس اداني اتاحه ان انا اقعد اغير في الكيرف؟ قال لك والله بسبب، يعني اول حاجه ان هو حسب طبيعه الحمل زي ما اتكلمنا قبل كده في المينيتشر، هل بقى الستارتنج كارنت كده، فانا بظبطه بحيث يتوافق مع الحمل بس كده يا باشمهندس. قال لك لا، وعشان حاجه تانية اسمها الكوردينيشن. ايه هي الكوردينيشن باختصار؟ انا دلوقتي عندي ده لوحه، تمام كده؟ وده باسبار، ده السيركت بريكر اللي داخل على اللوحه، تمام كده؟ فلو السيركت بريكر ده فصل اللوحه كلها تفصل. طيب وده سيركت بريكر داخل على حمل،
وده سيركت بريكر داخل على حمل، فاللوحة لو فصلت كده الحمل ده فصل والحمل ده فصل، قال لك تمام. طب لو السيركت بريكر ده فصل الحمل ده بس فصل، وهكذا لو ده فصل الحمل ده بس فصل، تمام كده. طيب ده بيفصل السيركت بريكر ده عند 2 من 10 ثانية، وده عند 1 من 10 ثانية، وده عند 1 من 10 ثانية. طيب تعالوا بقى نفهم ايه فكرة الكوردينيشن. تخيل معايا دلوقتي لو حصل فولت هنا، تمام كده، السيركت بريكر ده هيفصل عند 1 من 10 سكند، وده هيفصل عند 2 من 10 سكند، صح كده؟ يعني ده هيفصل قبل ده، فلو ده فصل خلاص كده انا قطعت الكهرباء عن الحتة ديت بس، قطعت الكهرباء عن الحمل ده بس، تمام كده. طيب وطبعا لسه الكهرباء ماشية هنا. قال لك طب يا باشمهندس تخيل معايا بقى لو ده مش 2 من 10 سكند، ده مثلا يعني 1 من 10 سكند، تمام كده، وده مش 1 من 10، لا ده 2 من 10 سكند، تمام كده، وحصل في فولت هنا، اين اللي هيفصل الاول، ده ولا ده؟ قال لك لا ده 1 من 10، ده اللي هيفصل الاول. طب لو ده فصل الاول ايه اللي هيحصل؟ انا كده قطعت الكهرباء عن هنا وقطعت الكهرباء عن هنا، تمام كده. فهي دي فكره الكوردينيشن، انا بخلي ده ابطا من ده، تمام كده، بحيث لو حصل فولت هنا ادي فرصه ده يفصل الاول، لو ده ما فصلش ده اللي هيفصل، تمام كده يا باشمهندسين. فانا بالتالي بظبط الكيرف بتاع السيركت بريكر ده بحيث ان هو يفصل بعد السيركت بريكر ده. فعرفنا ليه احنا بنكنترول على الكيرف، ليه انا في المولدت كيس ببدا العب في الكيرف عشان اظبط الكوردينيشن. فايه اختصار الكوردينيشن؟ ان السيركت بريكر بتاع الحمل يفصل قبل السيركت بريكر الرئيسي اللي داخل في اللوحه، لان لو السيركت الرئيسي اللي داخل اللوحه فصل انا كده هفصل عن الحمل ده كمان. فتخيل لو دي مثلا فيها احمال 10 احمال، فانا لو حصل شورت سيركت او فولت في حمل واحد كده انا بوظ بقيه الاحمال، يعني بقطع الكهرباء عن بقيه الاحمال. فالصح ده يكون اسرع من دوت. بظبط ده عن طريق ازاي؟ اخلي الكيرف بتاع السيركت بريكر ده ابطأ من الكيرف بتاع السيركت بريكر دوت. اخر نوع من انواع اللو فولت سيركت بريكر هو الاير سيركت بريكر، تمام كده. لو خدت بالك هتلاقي انه اضخم بكتير من المينيتشر والمولدد كيس، كبير كده. طيب كل اللي انت محتاج تعرفه عن الاير سيركت بريكر في اللو فولت حاجه واحده بس، انا دلوقتي بيبقى عندي المحول عادي، تمام كده، المفروض المحول دوت بيخش على لوحه اسمها الام دي بي. انت كل اللي محتاج تعرفه ان الاير سيركت بريكر ده بستعمله في داخل المحول للوحه، يعني انا الاير سيركت بريكر بنسبه كبيره قوي بستعمله في مشاريع جهد منخفض بس كسيركت بريكر للترانسفورمر بس مش اكتر. طب يا باشمهندس انا دلوقتي اخر سؤال محتاج اعرفه، اللو فولت سيركت بريكر انا ازاي بختار كل نوع من انواع ديت؟ يعني لو انا عندي حمل هختار له نيتشر ولا مولدد كيس ولا اير سيركت بريكر؟ بصوا هو حسب الريتنج. قال لك بص الريتنج بتاع المولدد كيس سيركت بريكر بيبدا من 16 لحد ال 2500، تمام كده، والمينيتشر سيركت بريكر بيبدا من ال 10 لحد ال 125، تمام، والاير سيركت بريكر بيبدا من 630 لحد 6300. ده الريتنج بتاع كل سيركت بريكر. قال لك طيب تمام، والله لو الحمل بتاعك كان من 160 ل 400 فبالتالي انت ما تقدرش تستعمل حاجه غير المولدد كيس، ولو كان من 3200 ل 6300 ما تقدرش تستعمل غير الاير سيركت بريكر. قال لك طيب لو كان 10 امبير ما فيش غير المينيتشر سيركت بريكر. قال لك طب المشكله في ايه؟ قال لك المشكله لو كان من 16 ل 125 امبير هستعمل ساعتها مينيتشر ولا مولدد كيس؟ قال لك ولو كان من 630 ل 2500 هل ساعتها هستعمل مولدد كيس ولا اير سيركت بريكر؟ فعشان نعرف ان لما بيبقى في الرينج ده او الرينج ده هستعمل المينيتشر ولا المولدد كيس او هستعمل الاير سيركت بريكر والمولدد كيس، لازم نفهم بس الاول كام حاجه. كل ما السيركت بريكر حجمه بيكبر كل ما بيكون ابطا، بمعنى انا عندي المينيتشر سيركت بريكر بيفصل عند ايه؟ عند 3 مللي سكند في حاله الشورت سيركت. قال لك المولدد كيس اكبر من المينيتشر سيركت بريكر فهيبقى ابطا منه فبيفصل عند 9 مللي سكند. طب في حاله الاير سيركت بريكر هو اكبر منهم خالص فبيبقى 30 مللي سكند، تمام كده. فكل لما السيركت بريكر حجمه بيزيد كل لما يكون ابطا، تمام كده. طيب ده هحتاجه في ايه؟ هحتاجه في حاجه اسمها الكوردينيشن. يعني انا فهمت دوت، تعالوا بقى نروح نطبق الكلام ده على الكوردينيشن ونشوف امتى بعرف ازاي بختار السيركت بريكر. احنا كنا شرحنا الكوردينيشن ديت وقلنا باختصار احنا عايزين السيركت بريكر دوت يكون ابطا من السيركت بريكر ده والسيركت بريكر ده، قلنا ده الدخل بتاع اللوحه وده الخارج بتاعها، تمام كده. طيب لو رجعنا كده وبصينا تعالوا نشوف مثلا لو الرينج من 16 ل 125 امتى اختاروا منيتشر امتى اختاروا مولدد كيس. تعالوا نبص كده هنا مثلا، قال لك والله لو الدخل لو هو كان دخل يعني لقيته من 16 ل 125
تمام كده، لقيت ان الدخل بتاع اللوحه عايز سيركت بريكر الريتنج بتاعه من 16 ل 125، هحتاج مولدت كيس ولا منيتشر؟ انا محتاجه يكون بطيء، فاين الابطا، المولدت كيس ولا المنيتشر؟ فهلاقي اللي انا هحتاجه مولدت كيس سيركت بريكر، تمام كده. طيب في الخرج، لو لقيت الخرج بقى كان من 16 ل 125، انا محتاج اكون اسرع من مولدت كيس. ايه اللي اسرع من مولدت كيس؟ المينيتشر سيركت بريكر. يعني يا باشمهندس، في حاله لو لقيت اللوحه داخل اللوحه كان الرينج بتاعها من 16 ل 125، هحتاجه مولدت كيس عشان انا عايزه ابطا. طب وخارج اللوحه لو لقيته من 16 ل 125، هعمله ام سي بي اللي هو مينيتشر سيركت بريكر، تمام كده يا باشمهندسين؟ قال لك تمام. طب ايه الرينج التاني؟ قال لك اللي هو من 630 ل 2500، نفس القصه. انا لو دخل لقيته في الرينج ده من 630 ل 2500، ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ والله الدخل انا عايزه يكون بطيء، يبقى هيبقى اير سيركت بريكر، تمام كده. طب والخرج هيبقى مولدت كيس سيركت بريكر، تمام كده، لان المولدت كيس اسرع من الاير سيركت بريكر، فهيديتكت فولت على طول وهيفصل على طول، تمام كده يا باشمهندسين. احنا كده عرفنا ازاي بنختار السيركت بريكر. يبقى احنا عرفنا كل نوع من انواع اللو فولت سيركت بريكر، وعرفنا الكيرف بتاعهم، وعرفنا احنا ازاي، عرفنا طبعا الريتنج بتاعهم، وعرفنا ازاي بنختارهم. دي كده تقريبا كل حاجة انت محتاج تعرفها عن اللو فولت سيركت بريكر، وان شاء الله تكونوا استفدتوا.